أنا بعرف كتير فلسطينيين بالداخل اليوم عم يتعرضوا، يعني ممنوع يفتحوا تمهم، عم يتعرضوا لتهديدات. هدول الفلسطينيين الشرفة طبعاً نوجه لهم ألف تحية. رولا، اليوم كيف قادرة تخدمي قضيتك؟ كيف قادرة تكوني صوت هالموجوعين بغزة؟ كمان مرة بدي أقول إنه أول إشي كل طريقة مقاومة شو ما كانت تكون، كل إشي بخدم فلسطين أنا منه علي رح يساعدنا، سواء غناء، تمثيل، رقص، رسم، كل إشي ممكن يساعدنا. أنا كمغني وظيفتي إنه واحد أستخدم منصتي لنشر شو عم بيصير، مع إنه أنا عم بخاف أنشر وأنا عمالي بخاف أحط زي كيف كنت قبل أحط، بس عم بحاول قد ما بقدر بطريقة اللي هي تكون تمام أنشر هذا الوعي. اثنين، إنه أنا كمغني بقدر أساعد قضيتي بمقطع غنائي اللي ممكن يأثر، بما إني أنا كمغني من وأنا صغيرة تأثرت من الغناء، يعني الغناء اللي حببني كمان بالقضية، غير إنه أنا فلسطينية كتير كنت أهتم بالأغاني وشو معناها وليه هيك صار وين هيك صار، فهذا الإشي ممكن يجذب لإلنا كمان جيل جديد اللي من خلال الموسيقى أو الفن اللي يصير يفهم القضية أكتر، لأنه مش الكل السياسي بتخاطبه، في ناس الفن اللي بيحكي معاها أكتر، مش الأخبار وكل هاي المقالات. لا، مثل ما قال محمود درويش، يعني الكلمة إلى جانب الرصاصة، أكيد الفن بيلعب دور كتير كبير لو مش في إحياء هذه القضية. كان بعده عايش. نعم، شكرا لك رولا عازر. نظرا لضيق الوقت طبعا نتمنى لك كل الخير والسلامه لاهلك، وتضلك صوت هيك يناصر قضيتك، قضيه فلسطين، وهي قضيه الحق وقضيه كل شريف على هذه الكره الارضيه.